الكراش الوالدين يشجعوا شويه وليداتهم باش يعرفوا اكثر على هذا القطاع قبل ما يدوزوا الباك. مرحبا بك سيدي الوزيره، مرحبا بك في جامعه شباب الاحرار. السؤال ديالي هو واش كاين افاق بالنسبه للشباب في قطاع السياحه؟ معلوم كاين افاق للشباب في قطاع السياحه، لانه قطاع السياحه هو واحد القطاع حيوي واللي هو قطاع باسيونون واللي في الحقيقه الناس ما كيعرفوش بزاف ملي تيكونوا تيقراوا. انا في الحقيقه شخصيا ما كرهتش تكون كان هذا السيكتور كنت نعرفه قبل، وما نكرهش الوالدين يشجعوا شويه وليداتهم باش يعرفوا اكثر على هذا القطاع قبل ما يدوزوا الباك، لان جميع الناس اللي كيشتغلوا في هذه القطاعات كتلقاهم والديهم كيشتغلوا فيه، ولكن ماشي من القطاعات اللي اللي الشباب كيعرفوهم قبل 18 عام. كيعرفوا الهندسه والطب وهاد لي فيليير كلاسيك، ولكن ما كيعرفوش بزاف السياحه. وسي دوماج لان السياحه فيها عده ديال لي فيليير بحال الفندقه بحال لا ريستوراسيون بحال ماناجمنت توريستيك، دونك لي فيليير فريمون مختلفه. وكاين طرق كثيره باش 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 يقراو في هذا الميدان. كان معلوم لي ليزيت اللي هي ليكول ديكسيلونس ديالنا ديال طنجه اللي كتمشي حتى الماستر اللي هي ليكول فريمون ديكسيلونس. وكاين طرق اخرى بحال لي سونتر دو فورماسيون اللي تابعين الوزاره ديالنا، وكذلك دي سونتر دو فورماسيون في لواف بي بي تي. واليوم الحمد لله حتى لي زونيفرسيتي ولاو كيقريو لي فيليير دي فيليير اللي في قطاع السياحه.